كلاكيت تاني مرة، عبد الله بالخير في قبضة رامز مجنون رسمي. وقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير للمرة الثانية ضحية للفنان المصري رامز جلال من خلال برامج المقالب الشهيرة التي يقدمها على شاشة MBC مصر، والذي يقدمه هذا العام تحت عنوان رامز مجنون رسمي. وكان بالخير قد كشف في تصريحات إعلامية كواليس المقلب وكيف تم استدراجه إلى البرنامج. ومن خلال تصريحات متلفزة أشار الفنان الإماراتي عبد الله بالخير إلى أنه تلقى اتصالا للظهور في أحد البرامج الخاصة بMBC، موضحا لMBC تريندينج: تلقيت اتصالا أن القناة تريدني للظهور مع الإعلامية والفنانة أروى، وأنا رأيتها في برامج حوارية والإصرار جعلني أوافق على الظهور في البرنامج. وتابع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير أنه وبعد إصرار انصاع للأمر وذهب لإجراء اللقاء، فالتقى بالفنانة اليمنية التي رحبت به بشدة قبل أن تخبره على قواعد البرنامج، وهو جلوسه على المقعد مع طرح عليه أسئلة خفيفة، وفي حالة كذبه سوف يكتشف الكرسي الأمر، وهنا أقسم لها أنه سوف يقول الحقيقة. وأضاف الفنان عبد الله بالخير: أول لما وصلت الاستوديو وجدت أروى وبدأ الحوار، وكشف لي عن كرسي بالاستوديو وذهبت للجلوس عليه، وقالت: سنسألك أسئلة خفيفة، إذا كذبت الكرسي يكشفك. وقلت: والله هقول الصدق ولم أشعر أن هناك مقلب. وأكمل: فجأة عرضوا علي 3 صور منهم أحلام وجاوبت أنها صديقتي، ثم جاءت صورة رامز جلال وضحكت على الصورة وقلت أنا أحبه، ومن هنا بدأ المقلب. ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان 2020 تصدر اسم برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي قوائم الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، خاصة بعد مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر وكشفه كواليس عن مقلبه قبل ساعات من عرض أولى حلقاته، مشيرا إلى أن إعداد المقلب استغرق 7 شهور. ومنذ عرض الحلقة الأولى أثار البرنامج موجة حادة من الانتقادات للفنان رامز جلال، وصل البعض إلى اتهامه بالسادية. وكان آخر مقلب رامز جلال في رمضان 2019 حمل اسم رامز في الشلال، الذي من خلاله كان يقنع الضيف بتصوير منتج وسط الطبيعة، ولكن فجأة يسقط به الجسر ويضطر للسباحة مع ركوب الزورق ومصارعة المياه الجارفة والشلالات.